سلمى هلأ بلشت المدارس وفتحت أبوابها لتستقبل 4 ملايين طالب وطالبة للعام الدراسي 2018 و2019 وموسم دراسي جديد. وللحديث أكثر عن الاستعدادات، عن المناهج، عن الكتب الجديدة، بصرنا نرحب بمدير تطوير المناهج الدكتور دارم الطباي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. صباح الخير، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وطلبتنا وزملائنا المدرسين والمعلمين والمعلمات والمدرسات بألف خير طبعا، والإدارات المدرسية وكل القطاع التربوي. يوم عظيم اليوم، أنا جاي لعنكم لهون كيف طلاب المدارس متوجهين على مدارسهم، ويعني شيء مبشر أنه من اليوم الأول من البارحة بدأ ملايين الطلاب التوجه للمدارس واستلام كتبهم وبدء العام الدراسي، فكل عام وانتم بخير. كل سنه وانت سالم عن جديد، ولكل طلابنا يلي توجهوا ان شاء الله يا رب هيكون هالعام الدراسي عام انجاز وتميز بكل السنوات. خلينا نحكي عن استعدادات هالسنه، شو الكتب الجديده لهالعام الدراسي؟ هلا نحن انهينا المرحله الثانيه من تاليف الكتب، اليوم كل كتب المرحله الانتقاليه، صفوف الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السابع والثامن، العاشر والحادي عشر أصبحت جاهزة. نستعد الآن للمرحلة الأخيرة اللي هي كتب الثالث والسادس والتاسع والبكالوريا، إن شاء الله ستكون العام القادم بعد أن نقوم باستمزاج آراء الأهالي، تعويد على نظام الجديد في التعلم، نظام الجديد في الاختبارات. نحن لدينا الآن يعني فريق عمل متكامل، أكثر من 30,000 معلم ومعلمة ومدرس ومدرسة خضعوا لدورات تدريبية بالصيف، انطلقوا مبارحة ليباشروا عملهم في مدارسهم. يعني أنا باعتقادي سوريا بدأت في إعادة إعمار العقل السوري من خلال وزارة التربية، وهذا هو توجه وزارة التربية وتوجه السيد وزير التربية اللي بيعطي أهمية كبيرة لإعادة إعمار الإنسان قبل إعادة إعمار البناء. نعم دكتور دارم، المناهج شكلت حالة جدلية بين الوسط، ودائما في انتقادات وفي سلبيات، ودائما في يعني إيجابيات. ما فينا ننكر أنه في عالم بتنتقد، يعني في عالم ما بيعجبها وفي عالم بيعجبها. طبعا دائما في رؤية معينة للمنهاج، في رؤية للمستقبل للطالب. خلينا نحكي، هل كان في أخطاء تم تلافيها من العام الماضي؟ يمكن تلافيناها السنة مشان يمكن تناسب أكبر شريحة ممكنة وتخفف هذا الجدل وهذا الانتقاد. هلأ هي الجدلية اللي صارت العام الماضي هي جدلية طبيعية، لأنه العام الماضي كان بداية تغيير، ولو لم تحدث هذه الجدلية لقلنا أنه المناهج لم تتغير. هلأ أخطاء العمل التربوي، لا يوجد أخطاء، هناك دائما نماذج نطرحها تطرح على المعلم يطبقها في الصف، ثم يعطينا تغذية راجعة في نهاية العام. لجان التأليف تعود وتدرس هذه التغذية الراجعة وتقوم بتعديل الكتب تماما. هلأ نحن عدلنا الصورة، لدينا نماذج جميلة جدا، يمكن شايفينها زملائنا، وفي بعض الصور أعطيتكم إياها، يمكن نأخذ كاميرا على الكتب. أصبح اليوم كل طالب له لون، يعني مثلا الصف تعرفي من لون الكتاب بأي صف هذا الكتاب يتبع، ثم لكل مادة لون، وبالتالي هناك نموذج موحد. عندما توجد هذه الكتب يستطيع كل واحد أن يقول هذه هي كتب المجموعة السورية. فينا نستعرض شوي الكتب مع حضرتك، إضافة لهالشيء مثلا هدول كتب التاريخ، غلاف الكتاب، هدول كتب التاريخ إذا عم تلاحظوا عم نحط عليهم الواجهة نتيجة ما حدث العام الماضي، أصبح لها أهمية كبيرة، فصرنا نستعملها كبوابة للدخول إلى الكتاب، وبالتالي المتعلم صار متشوق ليعرف ما هو مضمون هذا الكتاب من خلال الغلاف، يعرف عن شو يتحدث. هون مثلا عم نحكي عن العصر الوسيط، فنحن حاطين لقى أثرية تماماً. سورية من العصر الوسيط تماماً. هون عم نحكي عن تدمر، تاريخ قديم تماماً. وبالتالي صار مثلا بالجغرافيا نحن حاطين مناطق، هي منطقة من الجولان وهي صورة نادرة جدا للجولان السوري المحبب. حلو. وبالتالي كمان تم انتقاء يعني بعناية تماما. يعني حتى خلينا نحكي كمان على الشكل الداخلي، هلأ مضمون الكتب من الداخل تم إخراجه على أرقى
التقنيات. يعني نحن اليوم هذا الكتاب طبعا متوفر على الأندرويد على الهواتف، وهناك رابط أصبح عند كل طلابنا ومعلمينا. يعني الدراسة وراهن وراهن حتى تماماً على الموبايل. تماماً. يعني هلا صرنا على الموبايل كمان صار في ما عاد في حجة. بدنا نوفر للطالب كل الوسائل اللي يوصل فيها للتعلم. حلو. بدنا ننتقل من الطالب، من طالب يقدم امتحان إلى طالب يتعلم. صحيح. طبعاً. ويملك مهارات، مو بس يتعلم، يملك مهارات. عملية بناء المناهج ليست كتب فقط، الكتب هي جزء من المناهج. طبعاً. نحن الآن دخلنا إلى موضوع المنصات التربوية، وإن شاء الله سنطلقها ب 22 شهر بشكل دائم. أي شخص لديه أي سؤال في مجال التعلم بإمكانه أن يطرحه. نعم. وهناك خبراء للإجابة عليه، بإمكانه يشارك بآرائه بأفكاره. نحن اليوم دخلنا بمرحلة الحوار والنقاش، تبادل الآراء، إبداء الرأي، حل المشكلات. يعني عم ناخذ أعلى مستويات التفكير الناقد لنكرسها عند المتعلم، وهذا أيضا يحفز للمعلم أنه يطور نفسه. يعني لم يعد المعلم فقط ناقل للمعرفة، بيحفظ الكتاب وبيروح بيشوف وين نقاط الحرجة بيعلمها للطالب عشان يأخذ علامة. لا، أصبح المعلم كمان عليه أن يطور معلوماته مع طالبه لا يواجه المشاكل الحقيقية اللي عم يعيشها المجتمع. هناك اليوم أنا عم بعمل جولات على المدارس، ومبارحة كان السيد وزير التربية في عدد من المدارس. نعم. ومدراء التربية، عم نلاحظ أنه صار في إقبال أكبر للطالب. الطالب صار متشوق إلى الدخول للمدرسة لأنه صار في مناهج جديدة. هذه المناهج تعطيه دور في الصف. سابقا الطالب يخاف لانه بده يفوت حابين الطلاب لما بنحكي على الاهالي. الطلاب كيف شو كثير في اقبال كبير، وخصوصي بالمرحله الابتدائيه. الصف التعاوني اللي عم يكون فيه تشاركيه للمعلم مع المتعلم عم يلقى صدى واسع جدا عند الطلاب. واهم شيء هو بناء شخصيه الطالب. ماده الدراسات الاجتماعيه عم يحبوها الاهل قبل الطلبه، لانه عم يشعر انه في تشاركيه بين بده يدرس مثلا الفرق، التشابه والاختلاف. انه ماما انت ليش شعرك بني وبابا شعره اسود، ليش انت عيونك كذا. صار يسال اسئله تبين قدراته على التمييز. ما عاد طالب قاعد حاطط هالكتاب ويقرا، صار يسال عن اشياء حياتيه، صار يسال عن مواضيع تخص البيئه، تخص المجتمع. أصبح له قدرة أكبر على أن ينظر إلى ما يجب أن يقوم به داخل المنزل وخارج المنزل. ما عاد التعليم فقط بالبيئة الصفية. يعني إن شاء الله سترون فروق كبيرة جداً في الجيل القادم، وهذا مسؤوليتنا كلياتنا. طبعاً. سواء عن أنتم في الإعلام، أنتم شركائنا. أنا دائماً بقول الإعلام شريك لنا في التعلم. اليوم عم نعمل دروس تلفزيونية متلفزة للطالب، بشكل أنه إذا أحد الدروس ما حضره بإمكانه عن طريق التلفزيون أو عن طريق الموبايل أو عن طريق الإنترنت أنه يعيده لهالدرس مرة ومرتين وثلاثة إلى أن يتمكن منه. يعني دكتور، يعني حضرتك حكيت عن نقطة كتير مهمة اليوم، اللي هي تفعيل فعلا التعلم التفاعلي. اليوم نحن يمكن بحاجة لهذا الأسلوب بالتعليم. خلص يعني مثل ما بيقولوا هذا الوقت تبع التلقين انتهى. حاليا الطلاب إذا حسوا أن هنا عم يتلقنوا المادة تلقين، رح يصير في عندهم نزعة أنه ما كتير ينتبهوا يمكن على الحصة، ما كتير يركزوا بالموضوع، وخصوصا أنه العالم صار تفاعلي بشكل كتير كبير. قديش يمكن كمان حضرتوا لهذا الشيء سابقا؟ نحكي عن مرحلة التحضير، كلنا بنعرف أنه كان في دورات مختصة أيضا عملتوها للأساتذة لحتى نوصل لهي المرحلة بالشكل الملائم. أنا بدي أقول وزارة التربية كانت خلية نحل خلال الفترة الماضية، ولأول مرة تتم عملية تشاركية بين كل المديريات لبناء منظومة جديدة للتعليم. يعني مديرية التأهيل والتدريب، مديرية التوجيه، مديرية الامتحانات، كل المديريات، مديرية المعلوماتية، المركز تطوير المناهج، القياس والتقويم، مع الجامعات السورية قاطبة. نعم. اليوم كليات التربية كلها تعمل معنا، كليات الآداب، كليات العلوم والجغرافيا. يشعر الجميع بأن مهمة بناء جيل مهمة وطنية. وأجمل شيء أنه هذه الكتب جميعها قامت بجهود وطنية وبأموال وطنية. يعني لا يوجد أي منظمة ساهمت ولا بليرة واحدة في بناء المناهج، وهذا شيء عظيم جدا.
في زمن الحرب أن تقوم الحكومة السورية ببناء مناهجها بشكل وطني وبهذه الصورة اللي عم تكون مثال حتى للدول الأخرى. اليوم بدأت الدول الأخرى تأخذ المنظومة التربوية السورية بعين الاعتبار على أساس أنه منظومة متطورة ومتقدمة عالميا. صحيح. فهذا منفخر فيه نحن، وهذا شيء متعودينه من سوريا ومن شبابها ومن كوادرها العظيمة جدا. نحن السنة كان لدينا أكثر من 500 مشارك في عمليات التأليف من كل محافظات القطر، وهذا اللي أغنى عملنا في وزارة التربية، إضافة إلى مقومين من كل الجامعات السورية، وبالتالي يعني شعرنا بقفزة نوعية في مجال تطوير المناهج. تمام. دكتور دارم، يمكن العملية التعليمية أو خلينا نقول أكثر تطوير المناهج هو نقطة مفصلية حساسة بظل الظروف اللي نحن عشناها. يمكن الطلاب عانوا والأهالي عانوا بفترة معينة، إن شاء الله هي غيمة سودة وعدت يا رب. قديش مهم نحن رغم الظروف نحن ناخذ نقاط معينة لنقدر ندخلها لأذهان طلابنا بصورة نقية، صورة شفافة غير الصورة القديمة، وقديش لازم تكون سواء تاريخ أو جغرافيا أو أي شيء تكون بعناية شديدة، يعني حتى مثل ما قلت الكوادر اللي عم بتدرس لازم تكون ايضا طورة معلومات لتقدر تعطيها للطالب وياخذها الطالب بشكل سلس. قديش مهم هذا الشيء؟ انا باعتقادي هذا اهم شيء ممكن يكون في الطالب والمعلم. ليش؟ لانه نحن اليوم في عالم تفاعلي، عالم تواصل. صحيح. اليوم بتعطي اي معلومه دغري بتنتقل عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي. للاسف بخلال فترة الحرب كانت تظهر معلومات سلبية عن سوريا، الناس تتخيل أنه سوريا دمار وخراب وأهمال. اليوم نحن من خلال التربية هالخمس ملايين طالب مع أساتذتهم اللي عم يدخلوا على المدارس، من خلال المشروعات، من خلال آليات الشبكات التربوية اللي بنيت، عم يبث يوميا بشبكات التواصل صور وتفاعل ونصوص من قبل المعلمين والطلاب. صحيح. تغني المحتوى الرقمي السوري، وبالتالي هي عملية بناء لمنظومة تربوية جديدة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم المنصات التربوية اللي عم نساويها هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. انت تخيلي انك تستطيعين في اي لحظة ترفع الهاتف او تستخدمي هاتفك او تستخدمي اي وسيلة انترنت وتتصلي وتاخدي وتتواصلي مع اي معلم في سوريا، وقد يكون في المستقبل هناك امكانيات للتواصل حتى مع خبراء من خارج سوريا تربويين من المنظمات الدولية اليونسكو الى اخره. وبالتالي انا برأيي بدأنا بمنظومة جديدة تظهر جمالية سوريا. ايضا بدي اقول لك شغله، مثلا مشاريع الجغرافيا، مشاريع الموسيقى، من فتره كان عندنا مبادرات طلابيه للطلاب الفرنسي. اليوم حصيله التعليم تظهر في مبادرات طلابيه، الطالب خارج المدرسه عم يقوم باعمال وانشطه تظهر براعاته ومهاراته، مهاراته الحياتيه، مهاراته حبه للعمل، تغيير وحبه للتغيير، حبه للبيئه، حبه للطبيعه، تصويره لمشاريع ووضعه لحلول لمشاكل يعانيها. فأنا باعتقادي أنه سنرى في القريب العاجل صورة جديدة للتربية في سوريا إن شاء الله. هذا الشيء اللي بنتمناه دكتور، ولحتى نكون اليوم قدرنا نجاوب على قدر كبير من الأسئلة قبل ما نختم، بس إذا في طريقة ممكن نقول على الهواء لكل الأهالي يلي بيرغبوا أنه يتواصلوا معكم لحتى يوجهوا يمكن ملاحظات أو أي تساؤلات، شو الطريقة اللي ممكن يتواصلوا معكم فيها؟ نحن في عنا فيسبوك اسمه المركز الوطني لتطوير مناهج تربوية باللغة العربية. المركز الوطني لتطوير مناهج تربوية، بإمكانه أي واحد. على الفيسبوك عنا أكثر من 40,000 مشارك. لدينا أيضا المنصات التربوية، بيفتح المنصة التربوية السورية بيدخل على منصتنا فينا يسأل سؤال، فينا يشوف الجلسات مباشرة، وعنا جلسات مباشرة على اليوتيوب بتظهر إن شاء الله قريبا، بنعمل حلقة كاملة عنا. اعتبارا 22 الشهر سيكون هناك دروس للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم المبكر لأطفال ما قبل المدرسة. فالمتعلم والمعلم هو قاعد ببيته خارج إطار المدرسة أصبح قادر أن يتابع العملية التعليمية، وهذا هو شعارنا، التعلم مدى الحياة والتعلم في أي زمان وأي مكان، وإن شاء الله هذا سيبني للمستقبل اللي هو أو يردم اللي هو الكبيرة اللي خلفتها الحرب لإعادة الوجه الحضاري لسوريا اللي نحن دائما نتفائل فيه. نعم.
يعني يا دكتور دارم بدنا نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى لطلابنا كل التوفيق، دائما بهمنا هيدي المسيرة التعليمية لأنهم هن بناة الغد. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك، شكرا لاستضافتكم، ودائما انتم داعم كبير للتربية وانتم ايضا مساهمين في العملية التربوية. اكيد نحن جزء، وهذا من واجبنا يعني. اكيد شكرا لك. اما هلا سالي رح اروح ل